شكرا للاستاذ علي عبد الله الفضاله على هذه الكلمه. الان كلمه للفنان القدير والاعلامي، شخصيه محبوبه مو بس من اهالي منطقه البسيتين، انما اتوقع كل البحرين والخليج بعد، الاستاذ الفنان احمد محمد مبارك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني طبعا اليوم أخوي العزيز محمد عبد الله المطوع بافتتاح مقره الانتخابي، صديق الصبا محمد، بس صديق الصبا يعني معناته ان انا كبري اكبر مني هو ترى يعني، وهو اكبر مني سنا ان شاء الله واكبر مني مقاما. اخوي محمد طبعا انا تربطني اخوي محمد علاقه مثل ما قلت من ايام ما نقول الشباب بعد غير من الشباب الصبا مثل ما قلت، وانا اتشرف بهذه العلاقه حيث اني صداقه الاخويه، اتشرف بانسان خلوق طيب متواضع مثل الاخ محمد المطوع. واما السيره الذاتيه فمحمد المطوع يعني اول شيء انتم عرفتوها من خلال يمكن المنشورات ومن خلال الاخ علي الفضاله عبد الله لما تفضل به، وايضا اعتقد السيره الذاتيه لمحمد المطوع معروفه من خلال عضويته 8 سنوات في المجلس البلدي، كان له مواقف مشرفه والكل يذكرها، مو انا اللي اذكركم طبعا. وانا سعيد اليوم تواجدي معاكم كشعب نحتفل بالعرس الديمقراطي ونشارك في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه. نعم، هذا شعب البحرين، هذا شعب البحرين الطيب اللي دائما يكون متواجد في المحافل الوطنية من أجل رفع اسم البحرين. هذا الشعب البحريني الطيب اللي رقم ما يمر به من ظروف صعبة إلا أنه إذا نخيته قال لك لبيه طيح واقف. هذه شعب البحرين، وهذه اللي احنا نتمناه إن شاء الله، ونتمنى من كل اللي بيوصل لقبة البرلمان سواء اخوي محمد مطوع او غيره، يعني كل اللي بيوصل انه يكون فعلا هو صوت الشعب، انه يكون مثل ما ذكر اخوي محمد في شعاره للشعب كلمة، ان يكونون النواب اللي بيوصلون ان شاء الله يشتغلون للمواطن، يشتغلون للمواطن مو ضد المواطن، لا، شعب البحرين يتأمل فيهم خير ان شاء الله، وشعب البحرين دائما متفائل ودائما يتأمل خير. شبي شعب البحرين، ترى شعب البحرين يبي مو يطالب، هذه حقوق، يبي حياة كريمة فقط، حياة كريمة مو حياة بذخ، لا، حياة كريمة، وهذه حق من حقوقه. فإن شاء الله اللي بيوصل النواب اللي بيوصل والمجلس القادم يكون فعلا يتحقق من خلاله بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا العيش الكريم للمواطن.
يتحقق طموح للمواطن إن شاء الله. مثل ما قلنا وهذه مو صعبة، مطالب الشعب البحريني مو صعبة، سهلة، شعب قنوع. وأتمنى إن شاء الله يا رب للبحرين إن شاء الله بشعبها التقدم والازدهار إن شاء الله، تزدهر وتفتخر بشعبها الطيب. والأستاذ الشاعر عبد الله خليفة يقول: على كيفك حليبك لازم يجيبك، وكل دروبك تردك إلى بابي، ولكن ما بتلقاني. ألملم كل عشق السنين واتبرح من ثيابي، وإذا مال الزمان وشحت الدنيا أروح أرهل لك شغابي، أشم ريحة هلي وأبقى على ترابي. شكرا لكم.